جدا على 104.1 في تونس الكبرى والكابون، 100.0 في نابل والحمات، و93.5 في تونس الكبرى وولايات الشمال. انتم تسمعوا في راديو ميد على 100 في نابل والحمامات و104.1 في تونس والكابون، والفريكونس الجديده 93.5 في تونس الكبرى والشمال. ضيفنا كما قلت السيد سعيد العادي، رئيس حزب بني وطني ووزير الصحه الاسبق. سي سعيد، حزب بني وطني بعد نحكيه على ربما تحالفات وحديث بعض الأطراف السياسية على مشروع تحالف بينكم وبين ثلاثة أحزاب أخرى، هذية نتحدث فيه وتأكدنا ونتنفينا الأخبار، لكن كيف قاعدين، كيفاش قاعدين تراقبوا أو تقيموا وتتابعوا في الشأن الوطني؟ سي سعيد، اليوم نرجع على تأسيس بني وطني، وهذا حتى مش يفتح جواب على فيما يخص المراحل القادمة والتحديات والاستحقاقات متاع المراحل القادمة على مستوى الوطني. على مستوى الوطني بني وطني تأسس عنده بعد خلينا تأشيرة في شهر نوفمبر الفارط، وكان تقييم متاعنا متاع يمكن لازم نخرجه من نوع من ما نقولوش ديكتاتورية متاع المدى القصير، أما النظر كان فقط في الحلول الترقيعية على المدى القصير من غير ما تبدأ عنا رؤية واضحة على مستوى معناتها المدى المتوسط والطويل وشنو التحديات الكبرى اللي عندنا. احنا في بني وطني نجم نرجعوا على الميثاق نتاعنا، وحطينا ميثاق اللي هو اللي يخلينا يعطينا الاطار العام اللي مش نخدم عليه. من بعد 6 اشهر ولا 7 اشهر من اللي خلينا التاشيره الرسميه نتاع بني وطني، عندنا اكثر من 7000 منخرط في بني وطني، اغلبيتهم شباب اللي عمرهم اقل من 40 سنه، اقل من 35 سنه، و85% منهم ما كانوا في أي حزب سياسي سابقا، وعندهم طموحات لمستقبل هالبلاد ويعبروا على رأي متاحهم وشنو الانتظارات متاحهم وش يستناو من المراحل القادمة. وبني وطني حطينا احنا في الميثاق نتاعنا اللي نشوفوا فيه، مش في النظام، في الميثاق والإطار العام نتاعنا. احنا مازلنا ان شاء الله من هنا لآخر العام مؤتمر تأسيسي نتاعنا وعند اللي خديناه مع المنخرطين متاعنا، شنو من التحديات الكبرى متاعنا وش حطينا الأولويات متاعنا. حبينا نوضحوا دور الدولة ونعطي قيمة للمواطن والمواطنة، قيمة للمواطن. القيم متاعنا هي المواطنة اللي تتمشى مع العمل وقيمة العمل، هي الحرية اللي تتمشى مع المسؤولية، وهذا كل مبني على المصداقية. طيب. نقولوا شنو نعملوا ونعملوا شنو نقولوا، هذا هام وهام جدا باش نعاودوا نبنيوا هالعقد الثقة، العقد الاجتماعي الجديد اللي بلادنا في حاجة ليه، باش نرجعوا الثقة والأمل عند كل المواطنين بما فيهم الشباب، اللي يولي أمن مستقبل هالبلاد وما عادش يبدا عنده خيار ولا للحرقة ولا للهجرة ولا انتماء من التطرف من هكا ولا هكا، اما تطرف ديني ولا ما. وقاعدين نخدموا حتى عندنا في الاسابيع القادمه مش ننظموا جامعه سياسيه على ثلاثه، مش نخدموا على السياسات العموميه وكيفاش يكونوا. وهذا الجانب التكويني مهم لمنخرطيكم سي العادي، خاصه قبل انجاز المؤتمر، ولكن في الاثناء جاتكم فرصه خوض غمار محطه سياسيه وطنيه مهمه ومهمه جدا، كنتوا موجودين فيها من خلال الاتحاد المدني يظهر لي. لا احنا مشينا فيما يخص الانتخابات البلديه طبعا. اما الانتخابات البلديه وهذا كان خيار واضح، معناتها شوف كل تحالف اللي ماهوش مبني على رؤيه مشتركه، على مبادئ مشتركه، وعلى برامج مشتركه واضحه وش باش تعمل، وتبدا مبني على المصداقيه، شو باش تعمل مع شكون باش تعملوا وعلاش وشنو الهدف نتاعك باش توصل ومع شكون باش تعملوا وتوضحوا للمواطنين، هذا مش يؤدي للفشل المستمر. واحنا ما احناش معنيين بالتمشي هذا. في الانتخابات البلديه قدمنا 9 قائمات، احنا في صفاقس، في باردو، في اريانا، في سوسه، في قصيبه ثريات، في باجه، في عندون، في منزرت ومنزل بورقيبه. في صفاقس مثلا اللي هي كانت قائمه شبابيه، ونحب بالمناسبه نحيي كل اللي كانوا، مش فقط اللي كانوا على القائمات، اللي شاركوا، اللي خدموا الكل حتى في الحمله الانتخابيه في تعريف في صفاقس، في سوسه، في قصيبه ثريات، في منزل بورقيبه، في منزرت، في وين مشينا. في صفاقس جينا الحزب الرابع وجبنا قرابه 9% من الاصوات، في باردو زاد جينا الحزب الرابع وجبنا عن 4، اما اكثر من هك كلهم شباب. علاش هذا وين تبني المستقبل، تحضر المستقبل. هذا مش فقط اللي طلعوا للمجلس البلدي، الكل اللي كانوا على القائمه واللي شاركوا في الحمله الانتخابيه مش يكونوا نحضروهم
للمراحل القادمه 2019 طبعا بخيار العمل وترشح بقائمات حزبيه وحدكم، ويخموا على سياسات عموميه وشنية الاضافه اللي مش يجيبوها مبنيه على المصداقيه والتعامل مع المواطن. قيمه المواطن وقيمه المواطنه في بني وطني قيمه اساسيه ومحوريه، ومعناتها اليوم بلادنا في حاجه في عقد ثقه جديد. تونسي ما عادش عنده امل في مؤسسات الدولة، وتونس ما تجبش تقدم، وإحنا نحبوا نقدموا بتونس، مش تقفلها وتقعد واقف وتوصلها كيف اللي قاعدين نشوفوا توا. الدواء ما فماش الماء حتى، وكي يقولوا المصداقية وتقول اش تعمل وتعمل اش تقول، راهو كي تخبي الحقيقة ما تنجمش تقدم، ما تنجمش تعمل. تو كي سمعت حتى كاتب دولة تو كي ثم صعوبات، هات خلينا نحكيو فيهم شنو هما الحلول. أما مش تمشي الإذاعة تقول الماء ما تقصش السنة، تو هذا كاتب دولة، وين مش تبدي ثقه؟ مواطن ما عادش يامن. نرجعوا من بعد، ولكن مادام حلينا الباب نتاع مستقبل التحالفات سعيد العايدي، ملا طاهر بن حسين على شنو يحكي رئيس حزب المستقبل وقال يقول بدايه من شهر سبتمبر سيشهد الاعلان عن ائتلاف سياسي انتخابي يتكون من اربع احزاب، النداء المشروع بني وطني والمستقبل. شوف التحالف نعود هالك ما ينجم يكون كان نتيجه مبادئ مشتركة، رؤية مشتركة. مش تقول هذا التحالف ولا التوافق اللي قاعدين نشوفوا فيه توا، هات خلينا نتفقوا بعد باش نمشيو نحكيو على شنو باش نتفقوا، مش يؤدي للفشل المستمر. واحنا في بني وطني ما احناش معنيين بالتمشي هذا، يعني تنفي وجود بني وطني في التحالف اللي يحكي على المستقبل يحكي على طاهر بن حسين؟ اكيد ننفي، ما ثم حتى ما ثمش مشاورات، ما ثمش تحالف. الظروف نتاع اي تحالف اليوم ماهيش مهيئة للنجاح. التحالف شوف تحالف للتحالف ضد فلان ولا لأسباب فقط انتخابية ما تعطيش نتائج، وشفنا معناتها مش الهدف نتاعنا. علاش داخلين في السياسة في بني وطني؟ نحبوا نجيبوا قيمة إضافية، نحبوا نبنيوا هالعقد الثقة. والمواطن اليوم يا أخي ما نسمعوش المواطن شو يقول اليوم، معناتها شنو الهدف نتاع العمل السياسي كان ما تخدمش معناتها المواطن وتعطي قيمه للمواطن. واليوم بلادنا في حاجه لذلك، معناتها خاصه الشباب، اما كل المواطنين في كل مناطق نتاع الجمهوريه. معناتها التحالف اللي ماهوش مبني على المصداقيه واش باش يعطي نتائج، واحنا ما احناش معنيين في بني وطني. وكانك ضمنيا سيد سعيد العادي تقول لي وانه التوافق ما بين النداء والنهضه، او التوافق الفوقي بين رشد الغنوشي والباجي قائد السبسي اللي ما كانش على أسس صحيحة وما كانش توافق قاعدي أدى إلى النتائج اللي يعيشوها اليوم على جميع المستويات. أكيد أكيد ما احناش قاعدين نقدموا خاطر ما ثماش رؤية واضحة شو تعمل في مرحلة معينة. وين وصلنا توا؟ هل فيما يخص ناخذوا على مستوى الدولة، دولة القانون، هل عندنا اليوم محكمة دستورية؟ هل اليوم الهيئة المستقلة تاع الانتخابات الأداء نتاعهم خير من 2014 ولا أسوأ؟ مشتة هي بلا رئيس، بلاش رئيس اليوم، الهيئة الدستورية الوحيدة. بلاش قاعدين نقدموا في الإصلاحات في البلاد على مستوى الصناديق الاجتماعية مثلا، على مستوى بدينا في كي كنت على راس وزاره الصحه بدينا في اصلاح. وين وصلنا في هذا الكل بعد عامين؟ نرجعوا بعد فوليكيما وزاره الصحه. معناتها كي نحكيو على حكومه ما يسمى حكومه وحده وطنيه، اللي مش تقول ورق معناتها سبع صفحات نتاع وما توافق نتاع معناتها ما تضربنيش ما نضربكش. وهذا ما ينجمش تقدم، ما عملناش ثوره لذلك. معناتها اليوم لازم وضوح فيما يخص التمشي، وهذا معناتها الروح نتاع بني وطني غادي تلقاه قيمه المواطن وكيفاش نقدموا بتونس. وحاطين اليوم في الاولويات نتاعنا في بني وطني معناتها التعليم والصحه كقطاعات اساسيه، مش ندافع ايضا على القدره الشرائيه للتوانسه اللي اليوم كي تشوفوا نسبه التضخم يقولوا 8% ما المواطن يحسها اكثر من 10%. هذا كل معناتها شفنا النتيجه نتاع هذا الكل. هذا الشيء يعني حتى باش تتفاهم مع اي طرف ممكن لازم تبدا قيم مشتركه، ولكن مبادئ مشتركه. وحدك تعمل حاجه؟ لا ما قلتش وحدك، لانه مثلا احنا في ظل النظام السياسي الموجود اليوم. احنا في بني وطني مش معناتها في بني وطني ما ندخلوش في عمليه مش خاسره، ما نقولش خاسره للبلاد، خاسره للبلاد ما عنديش نتائج. احنا نخسروا البلاد تربح مثالش. يا مرحبا وان شاء الله مش مشكل،
أما المهم ما تدخلش في عملية تزيد تعمق الأزمة. أنا قلت كي تمشي وحدك بمعنى سيد سعيد العادي أن تكون قوة ضغط اليوم معناها مهم جدا. أنا نشوفه أحنا توا حتى بعض الأحزاب السياسية اللي موجودة في المعارضة تشتتها تحت قبة البرلمان رغم أنها إذا كانت تحالف ربما وتخدم مع بعضها تجم تكون قوة ضغط للتغيير. أنك تكون معناها مشتت أنك تكون وحدك أنك تتحالف مع أطراف سافا با ديغكو باش تتنازل على المبادئ العامة اللي أسست عليها حزبك. كل عمل مشترك هي نتيجة متاع وضوح في التمشي. مش تقول مش نمشي وبعد مش نغطي ولا مش تخدم مصالحك نخدم مصالحي والمواطن نحطوه على شيء. هذا ما يعطيش نتائج. ممكن على مستوى الشخصي باش يعطيهم نتائج باش يتم انتخابهم، ولكن هل هذا الحل لبلادنا؟ هل هذا مش يقدم للبلاد؟ ولكن اليوم يقول لك علاش البلاد في الوضع هذايا وعلاش يقع تحميل المسؤوليه مساله التوافق السياسي الوغ كو اللي قاعد ربما يصير في البلاد اليوم حكومه وحده وطنيه على الاقل مدعومه من برشا احزاب سياسيه مدعومه من كبرى المنظمات الوطنيه. دونك التوافق ربما كان في شكله السياسي داعم اعطى الدعم والغطاء للحكومه هذايا معناها مش النداء والنهضه وحدهم يحكموا توا فعليا في السلطه التنفيذيه. منذ البدايه قالوا حكومة وحدة وطنية وكانوا في البداية قداش 6 أو 7 أحزاب وأربع منظمات وطنية فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل والوتيكا. ولكن اش عطات بعد عامين؟ اش عطات شنو النتائج بعد عامين؟ باش يوريك اللي هذا توافق مغشوش. ما كانش توافق حقيقي، ما كانش رؤية واضحة فيما يخص هذا خلاك ليموبيليزم أون أكسيون. ما قدموش، ما عملوا حتى شيء للبلاد. وينهم الاصلاحات بعد عامين؟ الحكومه هذه جات على تقييم. علاش اللوجيك يقول وانه اذا كان عندها الدعم السياسي المطلق من البرلمان يعني اغلبيه سياسيه حزام سياسي واسع. نحكي ديما على بدايه عمل الحكومه نتاع يوسف الشاهد، نتحدث عن دعم من المنظمه الشغيله من الاعراف ورجال الاعمال كمان هدا شويه السلم الاجتماعيه ضمنت. علاش الحكومه نباون تمير اصلاحات الكبرى؟ نعاود لك خاطر ما تفهموش منذ البدايه شنو من الاصلاحات اللي باش تعملهم وكيفاش باش تعملهم. يبدا يحب يمشي من جهه والاخر من جهه اخرى. حتى وينهم الاصلاحات بعد عامين؟ قد كان تحالف نتاع مصالح شخصيه ولا ضيقه، ما كانش تحالف لمصلحه البلاد. وين وصلح التربيه؟ وين وصلح الصحه؟ وين وصلح نتاع المنظومه الجبائيه؟ باستثناء زيد 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 اللي قاعد يخدم على روحه زيدوا في الأداءات وفي الأسعار وين وصلنا بعد عامين؟ الحكومة هذه جات على حسب التقييم في مرحلة معينة تاع صعوبات اقتصادية وصعوبات اجتماعية. هي كانت ناتجة بعد العمليات الإرهابية اللي صارت في 2015. دونك كانت نورمال تبدا عندها خطه تعمل على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. وين وصلنا بعد عامين؟ الدواء مش موجود، الماء ولا يتقص اكثر من الاسعار شفتهم وين وصلوا، المديونيه وين وصلت؟ معناتها هذا دونك تعتبروا انه الجانب الاطراف السياسيه تتحمل مسؤوليه والاولى في فشل اداء الحكومه؟ شوف اول واحد يتحمل المسؤوليه هو المسؤول الاول يعني رئيس الحكومه. رئيس الحكومة يتحمل المسؤولية، هو المسؤول. ما تبتجيش تقول باقي أنا شد المنصب ما غلطت غيري. لا، رئيس الحكومة هو مسؤول. ما أنت كي تاخذ مسؤولية لازمك تتحمل المسؤولية. ضعف أداء، قلة كفاءة، علاش حسب رأيك؟ ظروف ما قالت رؤية واضحة. أنت ثم برشا سياسة كوميونيكاسيون اتصالية. أنت كل مرة تصير صعوبات أو خرجنا ملف من هنا ومن هنا وهناك. حتى على مستوى الاعلام ترى خلينا نحكيوا على الاعلام. وين وصلنا في الاعلام اليوم؟ هل المنظومه الاعلاميه لايكا واحد قاعدين نقدموا ولا قاعدين نولي مش يضمن حتى معناتها الاستمراريه الديمقراطيه مش تبنيها واحد الاعلام. لازم الاعلام يبدا عنده الحريه نتاع الاعلام والنوع من الاستقلاليه نتاع الاعلام. باش ما تبداش الاعلام في تونس مش مستقل اليوم سعد العادي. تولي ثم برشا ضغوطات بكل وضوح. تحكي على إعلام خاص ولا إعلام عمومي؟ إعلام خاص وعمومي. وين وصلنا فيما يخص؟ ثم ضغوطات أكيد.
معناتها عايشين وشفنا نشوفوا معناتها مش يبدا سيد رئيس الجمهوريه مجبور باش يمشي في على قناه خاصه. هذه نتيجه نتاع مجبور مش خيار. اش معناها مجبور؟ خاطر يمكن ما عندوش ثقه في الاعلام العمومي في مرحله معينه، ولا شكون قاعد يسيطر على الاعلام العمومي؟ شكون يسيطر على الاعلام العمومي اليوم؟ نجمش انا نقول لك شكون قاعد يسيطر، هذه نتيجه نجمش. لا وقت اللي تقول لي رئيس الجمهوريه اجبر باش انه يمشي مثلا لقناه نسمه يعطي انترفيو، سيكو فما خايف من انه يمشي للوطني. لا ما نقولش خايف. خايف يقع تحريف الكلام ويقع. لا لا نحكي نحكي على كونتوني، نحكي على تحريف الكلام ولا المونتاج ولا برشا حاجات اخرى. اكيد ثم ازمه ثقه، ما عندوش ثقه، مش حكايه خايف. ما ثمش ثقه، وهذا الاعلام معناتها ركيزه اساسيه نتاع، وهذا مكسب حتى ديمقراطيه نتاع الديمقراطيه ومكسب اللي جانا بعد الثوره. هل قاعدين نقدموا؟ انت اعلاميه وتنجم تعرف قاعدين نقدموا ولا قاعدين نوفروا. خايب ياسر الوضع العالمي، خايب ياسر شنو بعد عامين. معناتها هذا كان تحب تضمن من ناحيه، ما عندكش محكمه دستوريه لزيم مشلوله بلاش رئيس، وين وصلت؟ لايكا تعرفوا كيفاش هذا الكل مش يخليك تقدم ولا كيفاش تحب تبني دولة قانون. احنا في بني وطني الهدف نتاعنا كيفاش نوصلوا دولة قانون، وفي مرحلة معينة تتعامل مع المواطنين، ما تتعاملش مع مصالح. كان انت تتمشى معايا خدمتك تمشي معاه، وكان مش معايا ما تمشي. هذيك هي دولة قانون، وهذا جاب لي حتى صعوبات كي كنت في وزارة الصحة. غادي باش تعمل اصلاح ومش تطبق برامج، باش تطبق رؤية اللي تتمشى مع اللي دفعت عليها وقت الحملة، ولكن تعامل مع التوانسة هي تعامل مع مواطنين. ما تطلبوش تنتمي للحزب فلان ولا الحزب فلتان، تتعامل معه كمواطن. كل مواطن عنده حقوق وعنده واجبات، وكل مواطن يشعر اللي حقوقه مضمونة يولي يقوم بواجبه. راه حبيت تحل ملفات في الصحة وجوبات بالرفض؟ حلينا ملفات. لا لقيت شكون حطك العصا في العجلة؟ لقينا ضغوطات وقينا من نوع تعرفوهم انتم الملفات، سواء كان نجموا ناخذوا قضيه اللوائل القلبيه ولا قضيه سبيطار صفاقس. او بعد عامين خذينا اجراءات في صفاقس، بعد عامين ايش قاعدين نلاحظوا؟ تو قاعدين نلاحظوا اللي الكفاءات النزيهه قاعده تخرج ولا تخرج ولا تحب تخرج من السبيطار، والاخرين قاعدين غاديك. وخذينا قرارات وتم تراجع القرارات هذا بضغط، بما مش ضغط، بمصالح ضيقه نتاع اللي شادين الحكم اليوم، وما همش قاعدين يخدموا لمصلحه نتاع المواطن التونسي. نفتح ملف الصحه مع سعيد العادي وزير الصحه الاسبق رئيس حزب بني وطني مباشره بعد الفاصل.